السلام عليكم، كي دايرين؟ مزيانين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله. فاليوم غادي نشارك معكم النهار ديالي كيف غادي يدوز، وصافي في اي حاجه درتها غادي نتقاسمها معكم. فيلا كي لبست عليا لقيتوني غادي نخرج على بابا. الجو اليوم صراحه زوين، فكل نهار ملي كنفيق كنطلع على هذا المنظر هذا. لقيتوني لابسه سبور، لابسه التريكو هذا شويه حيتاش الجو شويه بارد، ولابسه كيت مام لتحت حيتاش الجو لا مخربق، ما هو بارد ما هو خون. فهذا هو الاوتفيت ديالي. فيديو تشيكيرو. لقيتونا دابا وصلنا للمحل الميدان. çok şanslısın. سعدنا ينروب بلقيتو جينا للميدان، كيقولوا للميدان وسط المدينة. عييت صراحة والله من الصبح وحنا تندورو أنا وراجلي العزيز. الساعة تشير إلى السابعة مساء. من الصبح حنا تندورو، عينا ديال بصح. دابا لقيتوني غنرجع للدار، خديت شي حوايج، خديت شي حوايج من إلسي وكيكي. نوصلو غادي نشارك معكم اشنو خديت. ما خديتش شي حاجة بزاف، حيت باقي ما جابوش شي حاجه. بالنسبه للايسي وكيكي بداو كيدخلوا الحوايج ديال الشتاء. الساعه باقي ما بانتش. قلت لكم بالنسبه للايسي وكيكي بداو كيدخلوا الحوايج ديال الشتاء، وكاين شي حوايجات الصراحه اللي زوينين بحال هكا. بالنسبه للتريكويات بحال هذا ديجا خديتهم من ايسي وكيكي، وهكا المونطويات وكيتما وداكشي. يعني كاين حوايجات زوين واثمنه مناسبه. لقيت وين دابا غادي نرجعو للدار ديك الساعه ونشارك معكم اشنو خديت من الاي سي وايكيكي. فهذا هو المونطو اللي خديت البارح من الاي سي وايكيكي، داير بحال هكا يا في هذا اللون هذا البيج. داير تقريبا شي كندير شي 332.93 ولا داير 299، يعني 300 ليره. كما كتعرفوا هاد لي مونطو هادو ما تيتودي موداش. خديت هاد الفولار هذا الموف، هاد النوع ديال لي فولار كيعجبني بزاف، او ديال لي شال كيعجبني، كي يعني كيجي مع جميع سميتو، مع الكسواج ولا مع السبور كيجي مع كلشي. وهاد اللون هذا عرفتو شحال هادي وانا كنقلب عليه، ديما اما تلقى الموف خفيف ولا الموف مغلوق بزاف، ما تلقاش بالضبط هذا اللون هذا. شوفوا حتى هو راه جاي مع هذا المونطو. صافي هادشي اللي خديت. هايدا برنسيسا انا ما نعيش معاك ميوس ماما. وانا معاك، وانا معاك فين ديك سي المنظر ميزليوس فين ديك ويريم زين ويريم
تمو شمي ميو 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 ميو. اليوم صباح مغيم، جو ديال الشتا جدا، الجو غير ديال الدار، وسميتو شي برا ديال الانساي وشي فيلم الدار والنعاس. السلام عليكم، كي دايرين؟ مزيانين. اليوم نهار الثاني، البارح ملي كنت رجعت ما كملتش لا فيديو، سميتو كانوا شي جيران حدانا كنعرضوا علينا العشاء، فبقينا عندهم حتى مشى الحال ورجعت مع طلال الدار، صافي رجعت نعس فما كملتش لا فيديو. اليوم ان شاء الله لقيتوني حماتي، قالت لي اجي باش نمشي نعاونها، ديري مجموعين هكا العيالات صحاباتها وهكا مجموعين تيديروا كيديروا يوفكا، واحد يوفكا واحد كيشدو كيوجدوها بحال اش كيقولوا لها كاع، ما عرفتش كيفاش شنو سميتها بالعربيه، هما تيقولوا لها يوفكا، تبقاو يوجدوها للشتا لا كيش كيشلك يوفكا. اول ما تخرج ليا المهم كيوجدوا داكشي ديال الشتا، تجدوا العجينه تبقاو يطلقوها، ها تطلقوها مزيان وتخبزوها وتبقاو يجمعوها للشتا. الشتا كيديروا بها البريك وتيديروا بها بزاف ديال الحوايج، فقالت لي حماتي اجي عاونيني، فجيت باش نعاونها. جاوبني عند واحد صاحب تاع هنايا غادي يطيبوها. الصديقه ديال حماتي كان هي هاد الفيرما او المزرعه، هو مستغرب هادي فهادشي ديال البيبان وهادشي ديال الخشب، هو كيصاب بالبيبان والبلاكارات، وهي مستغلها تجي فحال هكا كطيب فيها بحال هاد الخبز هذا، ولا كتوجد فيها شي حاجه، ودايره حتى الدجاج كيبيضوا ليها البيض كل نهار، كتجي كتاخذ البيض وهكا ملي كيجي وقت ديال الزرع كدير شويه المطيشه وشويه الفلفله. صراحه عجبتني هاد القضيه، وثمن يعني رخيص بزاف، يعني 1000 ليره للشهر. صراحه هاد القضيه زوينه، بغيت نشاركها معكم. فانا جينا لقينا هي راجلها بدا كيطيب ليهم. تشبر فمن بعد ما طيبنا ديك اليوفكا في اخر سميتو سالينا تبارك الله، شوفوا ما شاء الله الكيمياء اللي خرجت. فمن بعد داكشي صايبنا البريك، تيقول لهم اكوز لي ما صايبناها بالبينر وصافي، ودرنا البيض ديال الدجاج اللي هنا في العربيه وعمرنا اتاي وصافي. وهنايا كتنتهي لا فيديو، كنتمنى لا فيديو اللي شاركت معكم اليوم تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش تخليو لي لايك وتعليق وضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد.